هل تجوز الصلاة خلف إمام يعتقد بالأولياء والصالحين؟ أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم. الاعتقاد بالأولياء والصالحين أنهم ينفعون أو يضرون أو يشفون المرضى أو يفرجون الكروبات كما يعتقده القبوريون اليوم يا أصحاب الأضرحة، هذا شرك أكبر والعياذ بالله، صاحبه خارج من الملة، لأنه يعبد غير الله عز وجل، لأنه لا يملك الضر والنفع وتفريج الكروبات وقضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله، لا يملك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. والاعتقاد بالأموات والمقبورين أنهم ينفعون أو يضرون، أو حتى بالأحياء الاعتقاد أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى من شفاء المرضى وجلب الرزق ودفع الضر، هذا شرك أكبر، لأنه تعلق على غير الله سبحانه وتعالى وتوكل على غير الله عز وجل، وصرف أعظم أنواع العبادة لغير الله عز وجل. فهذا الإمام إذا كان كما ذكرت فإنه ليس من أهل الإسلام ما دام على هذا الاعتقاد، ولا تصح إمامته لأنه مشرك بالله عز وجل. نعم بارك الله فيكم.